في الحياة بنقابل ناس وناس، وقالوا في المثل الناس معادن، فيها الأصلي وفيها التقليد وفيها المؤذي وفيها المفيد. ولأن الحياة من غير ناس ما تنداس، هنقابل كل يوم نوع من الناس، ناس دهب وناس تانية لها العجب، ناس زي الفل بتحب الخير للكل، ناس جميلة تتصاحب وناس غريبة ملهاش صاحب، ناس لئيمة البعد عنها غنيمة، وناس رأية من النوع الفاخر، وكلها هيوصفها من الآخر دكتور عمرو الليسي في كلمة ورد غطاها. صاحبنا ده كل الناس مسمياه الراجل الغامض بسلامته، لأنه مهما حصل ولو الدنيا اتقلبت من حواليه على طول يديك الإحساس دايما بأنه هادي وراسي كده وكول على طول، وكأنه على رأي السندريلا سعاد حسني أمين شرطة اسمالة أو دبلوماسي. بينما هو في الحقيقة لا كده ولا كده، هو في الحقيقة بيغطي بغموضه وكلامه القليل جهله. أيوة جهله والله، لأنه بيكون أساسا ما عندوش لا ثقافة ولا حاجة مفيدة يقولها، فبيلبس توب الحكيم المفكر قليل الكلام، بينما هو في الآخر لا حكيم ولا بيعرف حتى يدي حقن على رأي عادل إمام. شايفك بتضحك يعني يا أخ عمرو، خير إن شاء الله. ضحكني معاك يا أخي، سمعك بتتكلم عن الفكر والثقافة، يعني شكله موضوع انترستنج. إيه ناوي تكتب كتاب جديد ولا تقدم برنامج ثقافي عميق؟ أنا بقى الدخلة الثقافية الجامدة دي عجبتني قوي. قلت بقى ايه، نهزر شويه على الصبح وسائر الراجل الغامض بسلامته واشوف هيقول ايه. والله نفسي اعمل برنامج ثقافي يا اخ عبد عزيز عميق، ايه رايك؟ ما تشوف لنا فكره قويه كده وعميقه في البعد الفسيولي يعني بعد الفسيولوجي في الايديولوجي في الميتافيزيكا، مع المركزيه في اللامحيطيه كده، يا ترى فهمني انت. محتار والله اعمل ايه يا زيزو. انت لازم اولا تدرس تاريخ، وعشان تعرف الحاضر وتتكلم عن المستقبل لازم الأول تذاكر تاريخك. التاريخ مهم جدا، وخصوصا تاريخ عصر ما قبل التاريخ، العصر الجليدي والعصر الحجري وعصر الديناصورات، ده مهم جدا. وانا رأي بقى انك تقدم برنامج ثقافي عميق عن الديناصورات. السلام بقى لو عملت حوار مع ديناصور، هيبقى افراد ما حصلش ترند والله يا اخرم، صدقني ترند مش تقول لي محمد رمضان. حوار مع ديناصور، واو يا سلام، فكره عظيمه وكمان جديده يا استاذ زيزو. الله ينور عليك يا مفكر يا عميق. ايه هي دي البرامج ولا بلاش؟ ويا ريت بقى كمان نستضيف مع الديناصور الدكتور حامد جوهر الله يرحمه عشان يترجم لنا الحوار مع الديناصور، مش كده برضو؟ طبعا يا ريت، دي فكره هايله. ممكن كمان تعرض للمشاهدين يوم في حياه ديناصور، بياكل ايه، بيشرب ايه، بيتجوز ازاي بيربي ولاده الديناصورات الصغننين دول. هيبقى موضوع عميق جدا وانترستنج فعلا، صدقني يا عمرو. وزي ما حضراتكم سمعتوا كده، دي نوعيه الحوارات اللي بيعملها الراجل الغامض بسلامته. كلامه يبدو في ظاهره مهم وضخم جدا، لكنه في الحقيقه عبارة عن هوى، كلام فارغ ومالوش معنى وغير واقعي. المصيبة بقى ان النوعية دي من بني ادمين احيانا بيقدروا ما تفهموش ازاي يقنعوا بعض الناس باهميتهم، وان هما بيملكوا قدرات ثقافية خارقة للعادة، وطبعا عميقة جدا زي ما انتوا شايفين. انت عارف اخ عمرو ان الانسان بيشبه الديناصورات في حاجات كتير جدا، يعني مثلا ثبت علميا ان الديناصورات كانت بتعمل اجراءات احترازية قوية جدا في أوقات الأوبئة والأمراض. وأنا شفت حفرية لديناصور في مجلة علمية سنغالية، أيوة كانت سنغالية صح، كانت مدفونة بالكمامة. لا مش المجلة، الحفرية بتاعت الديناصور كانت مدفونة بالكمامة. تخيل ديناصور لابس كمامة. يظهر كمان كان عندهم حجر صحي. بذمتكم ده تقولوا له ايه وتتصرفوا معاه ازاي؟ ابعتوا لنا تعليقاتكم على صفحه برنامج كلمه ورد غطاها مع عمرو الليسي، وحكاياتكم مع انواع الناس اللي بتقابلوها في حكاياتكم هنتكلم عنها في كلمه ورد غطاها. ولغايه ما نتقابل تاني اسيبكم في امان الله. كلمه ورد غطاها، دكتور عمرو الليسي، الكاتب الصحفي محمد الشبه، اداء الفنان احمد صيام، اخراج تامر حسني.